وعلى عكس ما توقعت تماماً، استمر الولاد في عنايتهم بكيتي، يحموها ويأكلوها ويشربوها وينظفوا مكانها شهرين بحاله. كنت فخورة جداً بيهم وقلت يمكن كنت غلطانة. بس هما شهرين بالظبط، واللي كنت متوقعه وخايفة منه حصل، ولبست أنا في التنظيف والعناية بكيتي لوحدي. يا سولي، يا مي، يا ولاد تعالوا حد يساعدني. لكن الغريبة إني بعد ما كنت رافضة تماماً وجودها في البيت، بنت اللذيذة خلتني أدوب في دبدبها وبقيت أحبها زي الولاد بالظبط، وهي تعلقت بيا قوي وما بقيتش تقعد إلا على حجري ولا بتنام إلا في حضني، وأنا كمان ما بقاش يهمني غير إنها تنام في حضني وبس. يا خراشي، so cute. يعني انت برضك مصممه يا انشي؟ طبعا يا هبه، انت عايزاني اعمل زي الناس المتخلفين واجوزها دلوقتي؟ دي لسه صغيره قوي، ما تعرفش حاجه عن الجواز. هي من دي اختي اللي ما تعرفش حاجه؟ والنبي انت غلبانه قوي، ده يا اختي بينزلوا من بطن امهم عارفين كل حاجه كده رباني. اساليني انا، ده اللي عندي هتموت على الجواز، لا عايزه تاكل ولا تشرب، جواز جواز وخلاص. ما تزعليش مني يا هبه، انت اللي غلطانه، انت اللي خليتيها تختلط مع الباقيين، وهم اللي اكيد فتحوا عينيها على الحاجات دي. فتحوا عينين مين بس يا انشي؟ والنبي يا اختي ده انت غلبانه قوي، بقول لك يا اختي بينزلوا كده من بطن امهم فاهمين كل حاجه. اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه وما تكبتيهاش، خليها تتجوز بدل ما تلوف يا اختي على واحد من وراك لا تعرفي اصل ولا فصل وترجعي تعيطي. لا 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 يا هبه، صغيره قوي. هي مين يا اختي بس اللي صغيره؟ اسم الله عليك، انت يا اختي بتسمع صوتها بقى عامل ازاي؟ مامي مامي. اي حبيبتي، ازيك يا فاطمه؟ اهلا يا حبيبتي. مامي، هو فين الدواء بتاع الزور؟ جوه يا حبيبتي، عندي على التسريحه في اوضتي. طيب عن اذنك. اتفضلي. اسمعي اللي بقول لك عليه، ده صوت واحده عايزه تتجوز، انا واحده عارفه ومجربه. يا هبه تلاقيها واخده شويه برد ولا حاجه. لا لا، لسه صغيره قوي على الجواز. طب اقول لك حاجه، اسالي استاذ علي وشوفي هو رايه ايه. لا لا لا، احنا مش حمل خلفه وعيال وتربيه، وبعدين اذا كان على علي هيقول لي وماله، جوزيها مش هتفرق معاه خالص، ما انا اللي هتدبس في العيال، انا عارفه وانا اللي هربي. انت حره بقى، بس انا بصراحه ما كنتش عايزاك ترجعي تندمي، ده انا جايبه لها حته عريس قمر قمر كده، بشعره طويل وبني وبعين وعين وعنده كدش قد كده، شرازي بجد، بعين وعين وكدش. لا اذا كان عنده كدش سيبيني افكر. فكري على مهلك بس عشان تبقي عارفه بقى، واللي اوله شرط اخره نو، اول ما اسم النبي حارسها وصاينها كيتي تنول مرادها وتتجوز وتولد لازم اخد من الوالده. حاضر يا هبه، ما تغلاش عليكي يا حبيبتي يا كيتي، ولا وهتتجوزي وهشوف لك خلفه كيوت قوي بنت الايه. ايوه ايوه حاضر، جايه. اتفضل. شكرا يا عم غاوي. يخرب بيت السكر كله. اتفضل يا عم غاوي. شكرا. لو ولد. ايه ده؟ انت ازاي سايبه الباب مفتوح كده؟ انا مش قلت 100 مره ما تسيبوش الباب مفتوح؟ تلاقي كيتي نزلت. لا يا مامي، ما لحقتش تخرج، اكيد هتلاقيها هنا ولا هنا. كيتي كيتي، ما تقلقيش يا مامي، هي دايما بتحب تستخبى كده، اكيد هتلاقيها جوه الدولاب ولا تحت السرير. طب انت هتقفي تتفرجي عليا؟ ما تدوري معايا. حاضر. كيتي كيتي حبيبتي، كيتي يا قلبي. ياه، دي القطة دي جات
بكفي ان السما يا جميل من يوم ما جت وانجي حلت عن نافوخي خالص. هما الستات كده عايزين اي حاجه يربها وخلاص، اول الجواز تقعد ترب فيك، علشان كده لازم تشغلها بحته عيل تجيبه لها تقعد تتلخن فيه وتربيه، اول الواد ما يكبر هتدور عليك تاني. تعمل انت ايه بقى؟ تشغلها بالحيوانات. انا عملت كده مع الواد كريم ابني، اول ما تم 15 سنه خليته يجيب كلب، اعتصم مرات شافت الكلب من هنا قعدت تدرب فيه ولا محاسن الحلو، اهتمت بالكلب ونسيتني انا خالص. عندها حق. نعم يا اخويا. بهزر يا جميل. بس مصاريف برضو يا جميل، ده انا بدفع قد كده في اكل القطه ودكتورها، دي ما بتاكلش الا دراي فود يا جميل، دي بتعرف تاكل من اكلنا. يا علي يا علي، هين قرشك ولا تخلي المدام تهينك. عندك حق. اهي المدام. الو. ايوه يا انجي. طب بالراحه بس عشان افهمك، كيتي مالها؟ هربت؟ هربت راحت فين؟ حد يسيب النعيم اللي انت معيشاها فيه ده ويهرب؟ عايزاني اكلم مراد بيه؟ عايزاني اكلم مساعد وزير الداخليه عشان قطه هربت؟ مش بستهون يا حبيبتي بس. طب حاضر حاضر، انا جاي، ولو عدى 24 ساعه وما جاتش انا هبلغ فرقه 3 سبعات تدور عليها. ماشي حبيبتي، باي باي. ابتدينا. خلاص بقى يا انجي، دي قطه مش حد من العيال. اهي اسود قلبك دي اللي مش مخليك حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. انت يهمك ايه؟ قطه وراحت. انا لو جرالي حاجه هبقى زوجه وراحت برضو، وهتتجوز عليا قبل الاربعين. انا عارفه. وانا مالي؟ وانا اللي كنت فتحت لها الباب. الله، ليه التخبيط ده بس يا سيد؟ ما تخليك محضر خير، مامي منهاره ولازم نستحملها. بعدين ده بدل ما تقول لها كلمتين حلوين يفرفشوها. خلاص حبيبتي، هجيب لك واحده غيرها. هي مصاصه وقعت على الارض هتجيب لي واحده غيرها؟ كيتي ما كانش فيه زيها، لا في شخصيتها ولا في كبريائها. نظرتها ليا وهي بتناوله وكانت عندي بالدنيا. هنام جنب مين انا دلوقتي من بعدك يا قلب امك؟ المفترض انك بتنامي جنب جوزك، وانا قرطاس. انت عندك شعر زيها؟ انت بتهرهر زيها وانت في حضني؟ لا. لازم انا جعانة دلوقتي. بهرهر؟ دي امك لسعت خالص. امك تعبانة. انا بهرهر. كيتي كيتي كيتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا قهرتي يا قهرتي. خلاص بقى يا هبه، ما انا قلت لك فوتيها سيره من النسب اللي يعر ده. معاك حق، شفت الكلب عملك في ايه؟ دي هبشته هبشه يا حبيبي، خليته لا نافع لا قط ولا زعفت سقف حتى. ما انت برضه اللي غلطانه يا هبه حبيبتي، ما كانش في داعي برضه انك تزوقي عليها بالعافيه. اعمل ايه يا اخويا؟ اعمل ايه؟ ما انا لقيتها واقفه بجحه كده وعينيها تدك فيها رصاصه، وهو يا حبيبي اسم الله عليه خجلان، قلت اساعده ونحرره. اهي خربشته وفقعت له عينه. فقعت له عينه، عينه الجميله الخضرة الجميله، خليت انا عينه بنفسجي من هلل، وعينه الثانيه صفتها له خالص، صفت له عينه خالص. اعمل في ايه؟ ده ما بقاش نافع. منك لله يا انشي، منك لله انت والمقروصه في قلبها اللي اسمها كيتي، بلتيني ببلوه سودا. منك لله بس اشوفها، بس اشوفها. اهي جت اهي، تعالي يا اختي، تعالي يا ام البرنسيسه. خير يا هبه؟ في ايه؟ كيتي جرالها حاجه عندكم؟ كيتي كيتي مين يا ام كيتي؟ هي كيتي دي يا اختي بيجرالها حاجه؟ دي كلبه مسعوره. تعالي يا اختي شوفي نيلت ايه. في ايه يا هبه؟ انت بتعملي كده ليه؟ انت اتجننتي؟ بتجنن؟ اه يا حبيبتي اتجننت. الحلوه يا اختي بتاعتك المتشرده هبشت يا حبيبي زربة الغلبان، خليته لا نافع لا قط شرازي ولا رومي ولا حتى لانشون. ايه ده؟ هي ازاي بقت شرسه كده؟
انت مش قلتي لي انها مستعده للجواز؟ هي يا اختي من ناحيه مستعده فهي طلعت كانت مستعده وبالقوي قوي قوي ومن زمان، وانت يا اختي اللي نايمه على ودنك ومش دريانه. الهانم طلعت معبيه ومليانه. مليانه؟ ياي لقيتي فيها براغيت؟ لا براغيت ايه؟ مليانه يعني لا مؤاخذه يعني حامل. حاكم القطه ما تهبش الهبشه دي في الذكر الا اذا كانت معبيه ومنقوره قبل كده. ايوه منقوره؟ اه يعني ايه؟ منقوره يا حبيبتي يعني حبله. روحي شوفي بقى مين اللي حبلها وجابته من انهي زباله شكل وشها. ما هي دي بتاعت شوارع وانا اللي جايبه لها عريس زي الفل ابن ناس ومتربي. ها ده كان هيشيلها جوه عينيه بس هي اللي ما صبرتش على رزقها. روحي دلوقتي حالا تاخديها من بيتي، انا مش عايزه الاشكال دي عندي في البيت. كفايه قوي اللي عملته. اخصى عليكي يا كيتي اخصى عليكي، خليتيني اسمع كلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. كده كده يا كيتي توقعي في الرزينه.